خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. هذه المسابقة جائزة زوار الأولى لحفظ القرآن الكريم، وقد كان ولله الحمد مستوى الطلبة جيدا، وتنافسوا في 5 فروع من هذه المسابقة: القرآن الكريم كاملا، النصف الأخير، والربع الأخير، والـ5 أجزاء الأخيرة من القرآن، و3 أجزاء. وقد كان كما قلنا مستواهم متميزا، وتحصل الطلبة على التراتيب. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يحفظهم بكتابه وأن يجعلهم من أهل القرآن وخاصته. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا به مهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب. هذه المسابقة اليوم تم اختتام هذه المسابقة، وقد شارك فيه كل من المتسابقين 34 متسابق، واليوم الحمد لله تم الختام بأحسن صورة. ضيوف الرحمن، ضيوف المسجد، وضيوف كتاب الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تتكرر هذه المسابقة في نسختها الثانية العام القادم إن أحيانا الله عز وجل. وشكرا جزيلا. تمام. 8 دينار.